يصير الأطفال المصابون الأطفال المصابين بصعوبات التعلم في حال لم يتم فحصهم وعلاجهم مبكرا. كويس، قبل ما نتكلم الموضوع هذا نزيد ناكد على الكلام اللي قلت لي وحضرتك توا، والاستاذ حتى نفس القصه، انا الكلام بتاعها بصراحه ممتاز. الكشف المبكر راهي مهم جدا جدا، والمقاييس سواء كان من طبيب بتاع الاعصاب، طبيب الاطفال، من الاخصائي النفسي، الاخصائي الاجتماعي، الدكتور، الاخصائي التربيه الخاصه، هذه راي كل راي مهم جدا جدا باش نعطوا التقرير باش نعرفوا شنو مشكله الحاله هي. نعم. في حال احنا اهملنا الناس هما حتصبح عندهم مشاكل في المستقبل، مشاكل سلوكيه، انه حيعوض لك النقص اللي عنده، حتخلق منه اول شيء ممكن يكون انسان امي، حتخلق منه انسان عنده تواصل اجتماعي يكون ضعيف، يخاف من الناس، ممكن تعجب، احنا نقول فلاقي ممكن يكون كلامه مش واضح ودوته مش واضحه، مش كيف تواصل مع الناس، ما يعرفش كيف يتكلم، كان تعمل مش مقنن، كان تعمل مش مزبوط، مش ملموح، احنا نقول فيها نعم سبب له مشاكل حتى. وكما جاء في المقدمه هي الصعوبات لا تتعلق فقط بالمهارات الاساسيه كالقراءه والكتابه، أكيد. حتى في الكلام، حتى في الكلام، حتى في السمع، حتى في الفهم، حتى ناس عندها سوء ظن تو تجي لبنادم يقول لك انا انسان شكاك، انا سوء ظن، هذا من ناحيه كذا، حتى عنده مشكله في القراءه وفي الاستماع وفي تحليل الامور وفي الكلام وفي التصرفات، كما نفسرها من ناحيه نفسيه. نعم. نفس القصه، الطفل اللي حتصبح عنده مشاكل يصبح عرضه لعده انحرافات تصير، لان تعرف التعليم يمحي كل شيء، التعليم يمحي كل المشاكل اللي يمحيها التعليم، والتعليم مهم جدا جدا، يستبصر الانسان لعده امور حتكون له فائده في المستقبل. لما تكون عندنا اخطاء وتكون مثلا الطفل هذا ما عنده ضعف في السمع وفي النظر وفي القراءه وما يفهمش، صارت له مشاكل، حيعوض لك بمشاكل ثانيه باش يحط قيمه للشخصيه نتاعه اللي فقد اللي هي المهارات اللي المفروض يتعلمها نتيجة الإهمال اللي يصير سواء كان من الأب والأم والمجتمع، سواء كان تحت المؤسسة التعليمية. معلش أنا شفت بعض من الطلاب، أنا نفكر فيها، درنا دراسة قديمة شوية كانت في 2001 2002، خذينا عينات بسيطة، ركزنا على طلبة الابتدائي والإعدادي اللي معاودين كذا مرة. نعم. شنو بتسمى الناس هما او شنو الصفه اللي خدوها؟ خدوا صفه انهم مطريس على المدرسه ومن داير حاله وفكنا منه وهذا معاود وهذا كذا، هو خلاص وصلت لنا بصفه معينه. لما احنا تابعنا الحاجه هم وصلوا لسن معينه بعد 4 5 سنوات 6 سنوات، لما كبر نسمع عليه منهم تعلموا اشياء سلوكيات منحرفه. نعم. اقلها اللي هو التدخين وتعاطي المخدرات للاسف الشديد طبعا. طيب ما الذي يمكن ان يشجع اطفالنا على تخطي مشكلات صعوبات التعلم؟ هل ثمة محفزات معينه؟ اكيد. احنا باش نحفزوا الاطفال في 3 اشياء لازم ندار. الأسرة ليهم دور كبير أن يحفزوا ويشجعوا صغارهم ويوقفوا معهم ويساندوهم. الشيء الثاني اللي هي الأبلة أو الأستاذ اللي هو لصيق الطفل وقريب منه، لازم تكون له مهارة اللي هي مهارة المرونة، ينزل هالعيل هوا، ولازم يعرف أنه في فروق فردية، والعيل ما يعيراش انت صفت كذا كذا خير منك كذا غلط، انا كل واحد تاثر في نفسيه الطفل. ثالث شيء التوعيه، سواء كانت التوعيه عن طريق اللي هي المراكز الاعلاميه زي الحلقه دي صراحه بارك الله فيكم، الاعلام حتى يكون له دور، يحط نقاط رئيسيه واساسيه بخصوص الموضوع هذا، حتى وزاره التعليم ووزاره التربيه تحط استراتيجيات اللي هي محليه خاصه بالبيئه المحليه الليبيه، بحيث يدرسوا الاشياء هذه والاسباب نتاعها والمؤديه لها، حتى الناس المتخصصين في اللي هي مرض الاطفال بصفه عامه يكون لهم دور في التوعيه في الارشاد، لان حتى عامل الجيني حتى وراه له دور. نعم. يعني ماذا عن الاحتياجات العاطفيه للاطفال؟ مهمه جدا جدا. الطفل لما ما يكونش ما يلقاش البيئه الحاضنه وما يلقاش من يلهى به ومن يحيط به تصبح في مشكله. عندما كل ما يلقى الطفل فيه نفور وفيه شده وما فيش لين وما فيش من يعاونه ويزلبحه ويمشي معاه ويساند، حتصبح في مشكله كبيره في المستقبل اكيد يعني. نعم. Yeah.